وحوي يا وحوي يا وحوي يا وحوي، لقاء القصرين، ارسنال الشرابيه، التنين الخامن، وريال مدريد. العائد ينتقد الماتش، خطر وعلى المحك. اديها له بقى، اديها له اهو في الفاضي، اهو في الفاضي. يلا يلا يلا. شوف يا عم، شوف بس عمل ايه، شوف الواد وليد رمضان. انت قلت لي الواد اللي اسمه وليد ده مواليد كام يا كوتش؟ مواليد 2001 يا كوتش، يعني لسه هيقول. الواد ده احسن باك شمال فيك يا مصر، وانت عارف الباك الشمال شح اليومين دول. فعلا انا عندي في الفرقه ناقص المركز ده. هو ناقص عندك في الفرقه بس، ده ناقص في مصر كلها يا ابو الكباتن. الواد وليد ده بقى بالصلاه على النبي كده احسن باك في مصر، واكتر باك بيجيب اجوان. سبحان الله، تحس ان ميسي واقف باك. الله عليك يا وليد، الله يا الله يا حبيب خالد. يلا يا فاكر ابو الكباتن، فاكر يا زيكو الكابتن سامي سوينجي كان بيعمل ايه في الملاعب؟ على وضعك طول عمرك يا سوينجي سوينج. لا ما انت كنت لعيب مالكش زي، بس انت بقى اللي ضيعت نفسك. كله بياخد نصيبه ابو الكباتن، احنا املنا في ربنا كبير، وان الوليد ده يحقق المسيره باذن الله. العب يا لولو، العب يا حبيب خاله. انا هجيب الكوتش واجي ان شاء الله، وما تقلقش عمولتك محفوظه. عمولة ايه اللي انت بتقول عليها ابو الكباتن ومحفوظه مين؟ بقول لك الواد انا الوكيل بتاعه وماضي معاه عقد احتكار. تقول لي عموله والكلام الفاضي ده ما ينفعش يا ابو الكباتن. هات يا ابن الشاي. ايوه يا يوسف، انت فين ما ترد؟ انا في الحمام بتوضى. انت ليه حاوي بتكلمني وانت في الحمام؟ ما تلم يا بت، وانا واقف بلط بكلمك فيديو كول. اقفلي اقفلي، هخلص صلاه واكلمك. طيب ماشي، ما تنساش تدعي لنا بقى. عايز حاجه معينه؟ هاي يوسف، صليت؟ وانا لحقت يا بت، ده ايه الرخامه دي؟ مش كنت لسه بتوضى؟ انا اصلا كنت نسيت بكلمك في ايه. هي ايه صوره البت اللي انت مشاير صورتها على الفيسبوك دي؟ هي دي الباشمهندسه بتاعتك اللي انت طالع لنا بيها السما؟ مالكيش دعوه، وبعدين انت اللي حلوه قوي. يلا يلا اتكلي. ماشي يا يوسف. بتكلمي مين؟ يا اختي انت مالك؟ بكلم يوسف. ليه؟ مش عارفه ليه بحس ان انا لازم اسمع صوته وانا متضايقه. انت بتحبيه صح؟ لا طبعا، يوسف ابن عمي وبس، مش حبيبي. ده انا حتى كنت بكلمه في بيتك كان مشاير صورتها. طب بقول لك ايه، هو ميت حد فعلا هيتقدم لك؟ وفيها ايه؟ واحد وعايز يخطبني يتقدم ويكلم بابا. يعني انت موافقه؟ اما اشوف. لا انا اقطع دراعي اللي انت في حاجه في دماغك. يا اختي فكك مني بقى، ده انت رهيبه. ماشي. يعني ما كانش ينزل يصلي معانا في الجامع؟ ما هو بيصلي هنا يا حاج. انت لازم توحيني في كل حاجه، صلاه الجماعه ثوابها كبير. لا يا اخويا، وانا اقدر اوحك. بسكتيني يعني. ماشي، لا بيقف مع اخواته في الفرن ولا عايز ينزل يصلي في الجامع. معلش، ما هو طلعان عينه في شغله يا حاج. هو طلعان عينه في الشغل واحنا بناكل هناك رز بلبن؟ ربنا عدينا منها على خير. طبعا سمعت ابوك. وايه الجديد؟ ما كل يوم بيقول كده. انا نفسي تفهميني ان انا لا يمكن اقف في الفرن ده ابدا. طب انزل صلي مع التراويح في الجامع، ريح قلبه. تصدقي بالله، لا اله الا الله، انا لسه حالا مصلي ركعتين شكر لله، وكنت نازل اصلي الفرد في الجامع، انما بالعين بقى مش نازل، هصلي هنا وربنا يسامحني بقى. انت حر، انت اللي خسران، هينوبك ثواب قد كده لو كنت نزلت. اوعى سيب، اتفرج على المسلسل. والنبي خايلة في لبس المضيف. حسن، الحته تيجي عالناصية؟ طب انا جاي لك. يلا سلام. رايح فين؟ اقابل واحد صاحبي على الناصية. تفوت على ابوك في الجامعة. اوه الله يوريكم. يا
يا لهوي ابن سبعه. لا حاجه عليا يا رب. أزوز رجلها يابا، العيال هدوني في التمرين. وانا والله يا اخويا مهدودة على المكنه من الصبح. لا ده رجلها مولعه بقالي كتير ما لبستش جزمه الكوره. بقول لك يا زيزي، قولي سخني لي شويه ميه كده احط رجليها فيهم. اقوم اعمل لك ايه يا اخويا؟ ميه سخنه بملح يا زيزي، فيها ايه؟ وانت يا اخويا فاكر نفسك السيد؟ اخص عليك، انت مش نفسك ابقى السيد ولا ايه؟ السيد وانت تيجي ايه جنب السيد؟ ده كان راجل ملوي هدوم ساخي ونزهي مش زيك. ماشي يا زيزي، ولعلمك بس السيد اللي انت بتقول عليه ده كان راجل زلنطاحي وسكري وبتاع النسوان وخصوصا الرقصات. ومالهم بقى الرقصات؟ احلى حاجه في الدنيا دي الرقصات. انا بحب الرقصات. امال انا اتجوزتك ليه يا بنت؟ ايوه بقى قادر يا اخويا وجيب واطي، بس عشان خاطر الكلمتين الحلوين دول هقوم اجيب لك ميه سخنه تنقع فيها رجليك اللي هي تمر. مين؟ انا وليد يا مرات نادر. امسك يا واد يا وليد خش. ده انا عامله كنافه النهارده بتشر عسل من عمايل ايديا، خش اجيبها. هصحي فين الكنافه دي؟ ده انا نسيتها. هاتيها. اهلا بحبيب خالد. تعالى يا نجم. اتفضل يا بطل، ادي العقد اهو. المحامي قال لي لازم تمضي عليه. امضي على ايه يا خالد؟ هو انا معقول اسيبك يا ابو الكباتن؟ لا يا حبيبي، الحاجات دي ما فيهاش خالي وخالتي. اللي انت هتمضي عليه ده وليد عقد وكاله اعمال، يعني انا هبقى مدير اعمالك. اسمع كلامي يا وليد، انت لعيب وموهوب. اه يا سلام يا وليد، ده انا هنقلك نقله ما كنتش تحلم بها لا انت ولا امك اللي هي اختي. ماشي يا خال. سيب لي انت بس رجلك يا وليد، وانا هلبسك جزمه ده واخليك تجيب احلى جوان فيك يا بصر. طب الحق اودي العيش والفول لابويا لحسن اتاخرت عليه، نكمل الحوار ده مع بعض. شوف الفقري اكلمه في مجد وشهره وجزم ده بيقول لي فول وطعميه. فقري زي امك. امضي يا وخلصنا. امضي. هات يا خال. امضي على الورقه الثانيه. مبروك يا حبيبي. اتفضل كده. حاجة تانية يا ابو الكباتن؟ لا ده في حاجات بقى بعد كده. اسمع وليد، من هنا ورايح أنا مدير أعمالك، يعني مفيش لعب كرة لا في نادي ولا مركز شباب ولا حتى في الحارة لما تاخد إذن مني. فاهم؟ فاهم. هاتيني أنا بقى. ربنا يكرمك يا حبيبي. الله، رايح فين يا واد يا وليد؟ هو أنت لحد تقعد؟ يلا خش اقعد، انا جبت لك الكنافه وعملت لك كوبايتين شاي، اقعد يلا. لا هتنوع نفسي عن السحور وانا هموت واكل. سلام. ماشي. سلمني على امك. والبنت رضا ابو سهاد. حاضر. يلا. ايه بنت الرخصه اللي انت فيها؟ دي جميله اللي انا هعرفها. جيبي بوسه. انت لو بصيتي ايوه. انا عايزك تبصي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم حضرتك. مش ده بيت الأنسة سناء رمضان؟ أيوة يا ابني. هو في حاجة؟ أنا مدحت زميل سناء في الشغل. آه أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. معايا ماما وبابا. يا ألف أهلا وسهلا. اتفضلي يا ماما. اتفضلي حبيبتي. اتفضلي حضرتك. اتفضلي يا بابا. أهلا وسهلا. مساء النور يا حبيبتي. اتفضلي. أهلا. أهلا يا حاج. ازيك؟ اتفضل. أهلا. عنك أنت يا طنط. لا مؤاخذة معلش، اصل البيت مكركب شويه. معلش. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضل حضرتك. عندك انت يا طنط. هي سناء ما قالتش لحضرتك ان احنا جايين النهارده؟ لا والنبي يا ابني ما قالتليش. ما اعرفش. انتوا واقفين ليه؟ اتفضلوا استريحوا. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. ثانيه واحده. ثانيه وجايه لكم. هما مش عارفين ان احنا جايين النهارده؟ ايه الكلام ده؟ والله يا ماما ما اعرف. معقول سناء تكون نسيت؟ نسيت احتمال يا بابا. اهلا وسهلا. اهلا يا عم. اهلا. خير؟ انا والد سناء. انا مدحت زميل سناء في الشغل، ده بابا وماما. اهلا وسهلا. اهلا يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا بيك. خير يا ماما؟ خير. امال فين سناء؟ سناء ما تكلمها يا حاج.
طب لحظة واحدة، لحظة واحدة. ألو؟ ألو، أيوة يا سناء. أيوة يا بابا، أنا في مشوار، في حاجة؟ في واحد هنا اسمه مدحت. مدحت يا عم. مدحت ومعانا بابا وماما. معاهم وأبوه. إيه مين دول؟ إيه؟ آه مدحت، ده واد رزل قوي يا بابا، معايا في الشغل بيضايقني وعايز يخطبني بالعافية. إزاي يعني؟ اطردوا اطردوا يا بابا. ابن الكلب يا فاطر، يا فاطر تعال هنا، تعال هنا. لو ايه مالين الاوضة بتصور لعيبة كفرة زيك ما بتصومش. ايه على والله بطريقة بيصوم، بطريقة بيصوم يا واد اخرس بقى. ماشي تستخفني، انا تستخفني ايه يا حاج؟ انا عمري ما افطر ابدا، ده على رقبتي يا حاج. ابن الكلب يا فاطر. وادي الكورة اهي اللي هتضيعك ان شاء الله. اهي اهي الكورة، الكاس، وادي الكاس بتاعك اهو يا اخويا. ها الكاس احسن لعيب يا شيخ، ده المفروض يدوك كاس احسن فاطر في رمضان. الله يخرب بيتك، وادي الكاس اهو. عايز حاجة تانية؟ في ايه تاني؟ انا هقطعها لك ان شاء الله. معلش يا خويا، معلش حقك عليا انا، ونبي ما زعل نفسك، معلش. يا بجحتك يا اخي، يا بجحتك. مش بتصفي لنفسك يا ولد؟ بقى تفطر معانا وتتسحر معانا، لا وتدعي وانت بتفطر. بتقول ايه يا ولد وانت بتفطر؟ ها؟ تدعي بتقول ايه؟ بتقول انت تكبر الفطار يا ولد. يا اخويا انت اللي كده هتفطر. طب والله بابا دي اول مره افطر في حياتي. بس ما تقولش والله. معلش يا اخويا، اصل هو كان بيلعب كورة فهبط شوية يعني. هبط. سلامتك يا خرم التعبيط، ألف سلامة عليك يا اخويا. معلش، هو هيعوض اليوم ده بعد رمضان إن شاء الله، هيصومه مع الستة البيض. أنت تخرسي خالص وتنقطينا بسكاتك، ولا عارف ستة بيض ولا ستة سود، وتلاقيك أنت عارفة إنه فاطر الضرية عليه. حاضر. رمضان الكورة دي وقعت من عندهم. هات السكينة دي، وادي الكرة اللي انت عايز تلعب بيها، ادي الكرة اللي انت بتلعب بيها كورة يا اخويا. وهو يعني كده مش هيلعب كورة تانية؟ ما ممكن يجيب كورة تانية. يبقى يدور بقى يا اختي مين هيديله فلوس. بس هدي نفسك انت يا اخويا، ضغطك حيالك. يا رب يا رب يسمع من بقك ربنا، ضغطي على واخلط من خلقتكم. بس هات، بس هات بس. وتلعب ايه؟ فطر على ايه؟ فطر على مية وشاي. يا اخويا ما هو الفطر هيبقى على ايه؟ على شاي وميه. ما يمكن سجاير. طب لا والله مش للدرجه دي. لا يا اخويا، الواد قدام عينيا طول النهار هيشرب سجاير، انت بس لا ما بتشربش سجاير. ماشي يا حنين، ماشي. دلعي يا اختي، دلعي، اعملي له قصه وربي له ضوافره. ده انا نازل اصلي العصر. وانت واد تنزل تجيب جركن العصير، وانت بتحصلني على الجامع يا روح امك. ها مش هيبقى لا صوم ولا صلاه، انتوا حاجه تقرف. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ ايه بقى؟ شايفه الواد؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله. نزل بالسلامة من الحبسة يا حناوي. الله يسلمك يا أستاذ رمضان. ما هو الواحد مش عارف يلاقي من العيال ولا من الكبار ولا إيه بالظبط. في إيه يا عم؟ مشيت الطباخ ليه؟ ده راجل غلبان جه يشتكي لي. ده حرامي. ده عايز 200 جنيه و100، مفيش في قلبه رحمة. 200 جنيه ليه؟ هو بيعمل إيه يعني؟ قول لي أنت بقى. بس برضه حرام تقطع عيشه في رمضان. حرمت عليه عيشته. مين اللي بيطبخ دلوقتي؟ مراتي ومعاها كام مريض من الحارة والصبيان بيساعدوها. والله طالع عينيهم بس كله بثوابه. اقعدوا يطبخوا طول شهر رمضان. بقول لك ايه؟ اديله 150 ورجعه. ده انا اديله فستانه والله ما يرجع. ده النسوان اللي هنا كلهم بمراتي بياخدوا 100 جنيه و100. الله
ربنا يهدي الحال، اعمل اللي انت عايزه بقى. بالنسبه لفلوس المائده كلها اسبوع ولا حاجه كده واجيبها لك. اسبوع؟ لو مفيش خلي. لا في ان شاء الله. طب ايه؟ ما هو من اول الشهر. ماشي. يلا سلام. سلام يا جماعه. سلام يا حبيبي، سلام. ربنا يتقبل يا رب. محسن والنبي يا اخويا تجيب لنا شويه ترشي للمائده. مش كنت بعت الواد؟ هو الواد فاضي. وبعدين انا بسلي صيام. قال لي صحيح انت جاي اجازه ولا راجع تاني المانيا ولا ايه؟ لا مش راجع تاني، انا طلقت مراتي، حتى بنتي اتخانقت معاها. الله، ليه كده؟ اهو النصيب، الغلطه ان انا سافرت اساسا. ولا محناو العيش اهو حبيبي، ولمني بقى بقيت البطايق، بطايق الناس لمها لي بقى عشان اجيب بقيه العيش. مش عارف ارد جمالك دي ازاي. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا ماهر. الحمد لله. ولا بتتحسب عندكم ازاي دي؟ احنا عندنا ايه وعندكم ايه؟ دي المعاملة يا عم حناوي. وبعدين هي مش الجنة درجات؟ اه درجات. طيب بس المسلمين في الدرجة العليا، في الفردوس، في الروف. ماشي يا عم، خليكم انتوا الروف واحنا راضيين بالدور الاول. انا هوصي عليك، هكلم لك حد ولا اقول لك النار فيها حبايبنا كلهم عشان ما تبقاش لوحدك. هنبقى مع بعض. يلا هسيبك انا بقى واجي لك على المغرب. سلام. سلام يا مان. على فكره الحناوي بيبص عليك. يا لهوي. صباح الشماسي يا هند. حاضر يا اخويا عيني. خد يا وليد اكسر صيامك. خد من عمك يا واد اكسر صيامك. وليد ابني ما شاء الله بيصوم رمضان كله. لا وايه؟ مش اي صيام. صيام اجيب لك عناب يا وليد تفطر عليه؟ بيحب يفطر على العناب قوي. وزع يا واد على الصايمين. وزع ممكن تاخد ثوابهم وربنا يسامحك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. مش كنت تسيب النقشبندي يا كريم يا أخويا؟ هي ناقصة تكرر الموت في الصلاة كمان؟ الله، الاكل ريحته حلوه قوي ياما، يفكر وربنا يا امك. قال يعني الواد صايم. ايه ده؟ انت مش شك فيا؟ لا طبعا انا متاكده. الله، سامع صوت ابويا؟ اوه جدا حلو قوي. او النبي صوته حلو قوي. ايوه. كل سنه وانت طيبه يا خالتي. انت طيب يا حبيبي. يا جمال صايم ولا زي كل سنه؟ صايمين يا عم الحمد لله. ماشي يا عم. احنا ايه اللي هيفطرنا في الشارع زي الجماعه الخجر كده؟ ما احنا على طول بنفطر في الشارع، انت ليه محسساني انك هانم؟ هانم غصب عن عينك يا ابن الكلب. يا ابن الكلب؟ وربنا لا اقول لابويا. ماشي، مش تقيل عليك دي يما؟ خد. هلا. ما تحطش للناس ترش كتير النهارده عشان حادق قوي. وحملت عرشك. وبقت لهم شويه ميه ساقعه من الثلاجه. انك انت الله. خلصت؟ طب يبقى شوف كده عند عمك كريم ولا عند عمك ماهر. انزل يا اخويا اودي لهم. لا هم هيتصرفوا. كولي كولي. مش عارف تتصرف بشويه ميه يا هلا؟ امانه غركتك البلا. وكشف الغمه فهذه الوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. الواد جابر اخو محسن ده غريب قوي. ما بيسيبش واحدة في الرايحة ولا الجاية إلا لما بيفصصها من فوق لتحت حتة حتة. جاتونينا ده واد مشموم، مش عاطق حد يا أخويا. هو يكون بصلك كده ولا كده؟
اطمر قبته على صدره ويستجرى، ده انا كنت نسلت الشبشب فوق دماغه. طب ومحسن ضايقك؟ ها؟ لا محسن ليه؟ ده راجل متعلم وعايش بره. متعلم. انا قلت احسن يكون بيقلب في الماضي ولا حاجه. يا معلم ده احنا كنا عيال صغيره. عيال صغيره ازاي يعني؟ كنت قد ايه؟ اول العشرينات كده. لا صغيرين. لما كنا صغير. صغيرين ازاي؟ جرايح الناوي مالك فيه؟ اصل ما شفته واقف معاك النهارده الصراحه اتضايقت، قلت ما اخبيش عنك حاجه. لو مش عايز نقف معاه تاني مش هقف. لا بالعكس. المهم دخلياتك ما يكونش فيها حاجه. يا لهوي يا حناوي، هو انا ليا غيرك في الدنيا دي؟ ده انت جوزي وحبيبي وراجلي وكل حاجه ليا. الله، انا كده اشبعت. بس تصدق انا مبسوطه انك انت بتغير عليا. لا انا اقوم اريح بقى شويه وبعدين ابقى انزل اضرب حجرين شيشه. ماشي. الله يا وليه، بقول لك داخل اريح شويه. يو مش تقول، ما هو الفجر ما بيقولش، الفجر بيدخل عدل. شوف الراجل. يا اختي خلي بالك من اكل ابني، نسوان ايدي يا اختي ما تخليش بالها من اكل عيالها. السلام عليكم يا ماما، انا متاكده اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت علي حاجه؟ اقعدي اقعدي كملي افطاري كمان. لا والله انا خلصت، تعالى اتفضل. ينفع يابا؟ ايه؟ امي تستمني تقول لي يلا يا ابن الكلب. يو يا شتمتك انت؟ شتمتني انا؟ شوف يا اخويا الواد اللي بيوقع بيننا. اتفضل يا حاج. قول اللي عملت لها ايه يا ابن الكلب؟ حتى انت كمان يابا. عملت لها ايه قول؟ مفيش، بقول لها يلا عشان نلحق الفطار. قالت لي لا انا مش عايز افطر في الشارع يا عبد الكلب، انا عايز افطر في فندق. وعملت كده. عملت كده. خد يابا اكسر صيام. انت ما كنتش تصلي في الجامع ليه؟ ما انا كنت بفطر الناس اللي ماشيه في الشارع. بس الحمد لله خدنا الثواب وقضيت السنه دي الحمد لله. ثواب؟ غبي يا غبي، تجاره مع ربنا عايز شطاره. احسبها، شوف ثواب الصلاه في الجامع بكام، وشوف ثواب انك تفطر الناس في الشارع بكام. بس شاطر بس تلقط رزق من هنا 5 جنيه ومن هنا 10 جنيه. حاضر يابا حاضر. ام حسين جايه تشوف البت بعد الفطار. ام حسين مين وبت مين؟ يو يا حاج، ما قلت لك حسين بيشتغل في الكويت. امه جايه تشوف صباح. عشان كده مش عايز تفطر في الشارع مكسوفه؟ انت عارف حسين ده ابوه اساسا بيشتغل ايه؟ ابوه ياجي. والله يابا والله بقولها من الصبح. وانت مالك انت، ايش دخلك اصلا في الموضوع؟ شايف يابا بيتكلم على حسين ازاي؟ معلش اخرس انت هلا. وانت رايك ايه؟ انا الصراحه مش هين عليا البت تتغرب وتسيبني، ده هي اللي شايلاني. يا وليه فقريه، خلي البت تسافر وتشوف الدنيا. بصراحه ربنا بقى انا مش حابب ان اجهز بنات. خليه يتجوزها ويسافر على الاقل هو البيت يخف شويه. عندك حق يابا، البيت بقى زحمه اليومين دول فعلا. مش كده برضه؟ هو ايه اصله؟ هو انتوا جوزتوني وسفرتوني؟ اكونش كيس مخد قاعد وسطكم. انت هتتأمري ولا ايه يا بت؟ اللي هيقول ابوك يمشي. هو انا مش قلت لك ما تتدخلش؟ انت بتتدخل يا بت. الله يا هلا، احنا في الشارع. صوتك عندها حق. يو لما اكون انا موجود انا اللي اتكلم، اتعلم الادب. ماشي يابا. يا بت يا خايبه، ده عايش في الكويت يعني على قلبه قد كده، بكره يعيشك في الكويت وينغنخك وترجعي برنسيسه. بس يا بت. طب يا اخوانا مش هشوف الجدع الاول واعرفه؟ مش يمكن ما يعجبنيش؟ هو ده الكلام صح كده؟ الله يا الله يا عم وعينينا. يا سيدي انت مالك؟ انا هجيب لك مش كده كمان كمان، مش هتدخل عيني في بيتك كمان. لا تطمني ما بيتخانقش هو. سيبه سيبه يابا، تلاقيه رايح يشرب سيجاره ولا حاجه. وشك ولا وش القمر يا اختي؟ ازيك يا بت يا ولاء؟ كويسه يا ستي. ازيك يا حبيبه ست؟ ياه هو نايم برضك؟ واد يا صلاح، انت يا واد
قومي يا واد اختك زيزي جت كفاياك نوم بقى ووخم بقى قوم. دي صلاح يا دي صلاح ياما قمت ياما. قومي يا واد اختك جت. تعالي يا اختي اقعدي استريحي. خشي يا بنتي ولا اقعدي جنب صلاح. اقعدي يا اختي. عامله ايه؟ ازيك يا واد؟ هو انا كل ما اجي لك الاقيك نايم؟ معلش معلش ممكن واحدة منكم بقى تقوم كده تحضر لي كوباية الشاي عشان دماغي مصدعة؟ ما حدش يا اخويا هيعمل لك حاجة، قوم يا اخويا اعمل لنفسك. حاضر ياما حاضر، هطلع اشرب كوباية الشاي على القهوة. ما تروح يا اخويا في أي داهية تشرب. ده إيه يا أختي ده؟ شايفة الواد؟ هو فين التاني في سلامته؟ التاني يا أختي بيلعب بلاي ستيشن مع العيال في الحارة، ما أراهمش يا أختي، غير البلاي ستيشن والبرشام. ربنا يهديهم. امين يا اختي. امال ايه ده يا اختي؟ انا جبت لك حاجه رمضان، زيت وسمنه وسكر وقمر الدين، وجبت لك كمان بلح. تعيشي يا اختي، ربنا يكرمك يا بنتي ويفرحك بولاء قادر يا كريم. امين يا رب. بقول لك ايه يا ولاء، ما تروحي يا اختي كده تشتري بومبو وتلعبي مع العيال في الحاره. يا يما في ايه؟ ما اديها من عندي. جرى ايه؟ الله يا اختي، وما تاخدش من ستها ليه؟ امسكي يا ولاء، بس انا كمان عايزاكي في كلمتين. روحي يا اختي. روحي يا بنتي يا علاء، تروحي تجيبي الحاجه من عند عم شاكر، ما تروحيش ابعد من كده. حاضر يا ماما. خير يا ماما؟ في ايه؟ في مصيبه ولا ايه؟ الواد سعد اخوكي يا اختي اتخانق امبارح مع العيال في الحرق، نقل رب السما وشتايم وقله ادب، فضحونا يا اختي في الشارع، فضحونا. يا دي الفضيحه، وليه كل ده؟ واد من العيال اللي في الحاره بعت له على المحمول حاجه ليكي ايام زمان لما كنت بترقصي يعني، وانت عارفه بقى الشباب بيحبوا يضايقوا بعضيهم. ياه، هو انا الاقيها منين ولا منين؟ هو مفيش حد سايب حد في حاله؟ ده ايه ده؟ امال يا اختي لو كانت عيال عدله وبتصرف على امهم ولا مكفيينها كان عملوا فيا انا ايه؟ ده الواحد بقى يرجع يرقص طالما كده كده ملطوطه. معلش يا اختي، اهم عيال وسخنوا على بعض. والنبي يا ام كفايه كفايه، انا فعلا مكفيني، مش ناقص اسمع اخبار من يلا. بس اوعي تكلميه ولا تعبريه، ده عارف يا اختي انك بتبعتي له المصروف وبيقل ادبه عليكي. ما خلاص بقى يا اما، قلت لك هظبط انا الموضوع في ايه. طيب يا اختي خلاص. فين الريموت؟ الريموت كان هنا. شوفي يا اختي العيال، شوفي جنبك كده، شوفي جنبك كده، الواد صلاح كان ماسكه اخر مره. اختي انت بتحطوه فين كل شويه؟ ما تحطي له مكان تحطيه دايما فيه. شوفي يا اختي هنا ولا هنا؟ اهو. تتجوزي وتتطلقي وتتخطبي في نفس ذات الوقت. ممكن اعرف بقى الموضوع ده. بيومي فؤاد عسل. لا مش هقدر انزل طبعا، لسه راجعه من الشغل وتعبانه. انت مجنونه؟ عزومه ايه دي؟ كلكم؟ والله؟ طب خلاص هشوف مع بابا الاول. يا بنتي بقول لك هشوف مع بابا الاول. طيب باي باي. ايه؟ صاحبتك عايزاكي تنزلي ليه؟ انت مش كنت معاها في الشغل؟ انا عارفه يا بابا، مش هي اللي عايزاني انزل، ده مديرنا في الشغل عامل لنا قال ايه فطار جماعي للفرع كله. لا يا بنتي يبقى لازم تنزلي، ما دام زمايلك كلهم رايحين. مش قادره بابا انزل بصراحه، الصيام مفرهدني، مكسله. لا 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 لا، روحي روحي. واجب برضه. بقول لك خدي الواد وليد معاك اهو، يضايقك شويه. لا وليد ده ايه، انا اروح وارجع على طول، ده هيعطلني، ده عيل. طيب خدي بالك من نفسك يا سناء. ها يعني ايه بقى خدي بالك من نفسك دي؟ يعني ايه ايه؟ هو عيب يا بنت ان انا اقول لك خدي بالك من نفسك؟ لا حاسه انت خايف عليا. لا ما تحسيش، انا مش خايف عليك، انزلي ارمي نفسك لكلاب السكك كده هتشوف لحمك. ما تخافش عليا يا ابو سناء، بنتك ب 100 راجل. لا يا شيخ. اه والله. والله؟ طب مش عايز حاجه وانت نازل يا ابو الرجاله؟ لا معايا فلوس، هغير هدومي وانزل على طول، مش هتاخر. والله العظيم. بقول لك ايه يا رمضان؟ ايه؟ عندك فطور جماعي انت كمان؟ فطور ايه يا اخوي؟ انا جاي اسالك اعمل ايه النهارده على الفطار؟ شور عليا اللي انا محتاره. والنبي يا سعاده انا دماغي مقلوبه، مش فاضي لك. اقول لك انا عندي شويه رز بايتين من امبارح. اه. اشيع اجيب شويه لوبيا ولا شويه فاصوليا بيضة؟ واطلع كيس اللحمه من الثلاجه ولا اعمل لكم الفرخه؟ ايه سعاده، هو كل يوم فراخ ولحمه، فراخ ولحمه، مش معقول كده يا سعاد؟ يا اخوي لا اله الا الله. اقول لك انا نفسي طبق فول. فول؟ اه. فول ايه يا رمضان؟ احنا كل يوم يا اخويا بنسحر بيه. لا ما اعملي فول بالقوطه وجنبيه كده اهوت بطاطس محمر وحتتين بتنجان مقلي ويبقى زي العسل. ايه يا رمضان اللي بتقوله ده؟ حرام عليك، انت عايز تحرق قلب العيال، دول صايمين. ما يصوموا يا سعاد، انت مش حاسه باللي احنا فيه؟ لا اله الا الله، ده احنا المفروض نصوم طول السنه لغايه ما البنت تتجوز وتتنيل على عينيها. انا حشايع اجيب لوبيا جنب الرز. طب ما تطقعش بالطين على الفول.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك. أنا عمك الحاج كريم اللي كنت بقدم في الجامعة هنا. ربنا يبارك فيك يا حاج. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا ابني. واسم الكريم إيه بقى؟ أنا اسمي معتز، واعتبرني زي ابنك الصغير. يا أهلا وسهلا، ما شاء الله. أخيرا الأوقاف رضيت علينا وبعت لنا إمام وشه سمح، الواحد لما يشوفه كده يرتاح. ربنا يبارك لك يا حاج، أنت الراجل طيب. الله يكرمك. أنا سمعت إنك كنت عامل مشاكل يا حاج. إيه الموضوع؟ لا يا ابني لا مشاكل ولا حاجة. موضوع ان الميكروفون بتاع الجامع كان عند واحد كده يعني ربنا يهديه، هو اللي كان عامل المشاكل دي. سبحان الله، مع ان الاذان ده المفروض تبرع من حضرتك، المفروض الناس تقدرك وتستحملك. استحملني؟ استحملني ده ايه؟ وانا صوتي وحش للدرجه دي؟ لا مش قصدي والله يا حاج. ولا قصدك يا ابني؟ يا جت عليك انت كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش هتصلي معانا يا حاج ولا ايه؟ اصلي في اي جامع تاني؟ جوامع ربنا كتير.